السلام عليكم. مقطع الفيديو اليوم على سورنتو 18 الوارد خليجي، شلون يشتغل مقطع الفيديو بيها يعني على الشاشة مال السيارة، شلون يشتغل مقطع مال الفيديو. مقطع الفيديو اخذته من جروب سورنتو العراقي، سوى مهندس وائل ونشره واستأذنت من عنده واخذت المقطع وراح انشره هنا بقناتي على مود الناس تستفاد من عنده. وهسه نشوف المقطع وإن شاء الله يعجبكم. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. هاي للفائدة، للمعلومة، شلون تشغل الفيديو بالشاشة مال سورنتو 2018 شكل الجديد. طبعا القائمة راح تلقى هاي العلامة USB فيديو، أوكي، تفوت لها شلون تشكل. انت مشكل الفلاش بالمنفذ مال اليو اس بي اللي هنا يم الجداحة بي فيديوهات محملها، فمباشرة بس تختار اليو اس بي فيديو راح يطلع عندك كل المقاطع والاغاني اللي خازنها على شكل فيديو. بس بالمناسبة لازم يكون الجير على الباركينج، من تمشي راح يتحول بس صوت. هاي للأمانة مسويها واضحة، وهاي قدامكم، أتمنى تستفادون من هاي المعلومة. وشكرا جزيلا. شفنا المقطع، مقطع حلو ومرتب وإن شاء الله تستفادون من عنده. وأول مرة أنزل مقطع على سورنتو الخليجي بقناتي، لأن أنا ما عندي سورنتو خليجي، بس أخذته من جروب سورنتو العراق. وإن شاء الله يعجبكم. إذا عجبك المقطع سوي لي اشتراك ولايك على المقطع. في مال الله، انسى الإعجاب والاشتراك في القناة.